وعن تصريحات الرئيس الروسي وأيضا الأزمة الأوكرانية، ينضم إلينا من موسكو الكاتب في مجلة الحياة الدولية سيرجي فيلاتوف، ومن نيويورك المحلل السياسي أحمد فتحي. أهلا بكما ضيفي الكريمين. نبدأ من موسكو معك سيد سيرجي. رئيس بوتين قال أن هناك محاولات خارجية لزعزعة الوضع في روسيا، برأيك هذه الرسالة لمن وجهها، وما هي الرسالة التي أراد أن يوصلها، وما مدى ارتباط هذه الرسالة بأزمة أوكرانيا؟ أعتقد أن حقيقة إعلان جلسة مجلس الأمن القومي الروسي اليوم وإعلان عن موضوعها يقول بأن اليوم هناك حدث هام وقع، وما تسمونه وتصفونه بأن بوتين قلقا من زعزعة الوضع في روسيا، وتحدث عن ذلك مباشرة اليوم، وقال بأن الأجهزة الغربية، أجهزة الأمن الغربية والمنظمات المجتمع المدني التي يمولها الغرب تعمل على ذلك داخل روسيا. ولم يكن من محض الصدفة أن الموضوع الرئيسي اليوم في جلسة مجلس الأمن الروسي هي موضوع سيادة روسيا والمحافظة على سيادة روسيا. أعتقد أن هذه اللغة بالنسبة لأعدائنا ألا تلمسوا روسيا وابتعدوا عن روسيا وابتعدوا عن سيادة روسيا وسلامة أراضيها، على الرغم من أن ذلك لم يصرح به بشكل مباشر، ولكنها رسالة كانت موجودة. الأمر الآخر الهام الذي كان في جلسة اليوم هو أن روسيا ينبغي عليها في إطار الوحدة المجتمعية للعرقيات المتعددة أن يقوم الجيش الروسي بضمان أمن البلاد وأمن ومصلحتها جميعا. هذه النقطة أيضا سيد سيرجي، تحدث عن موضوع الجيش الروسي وعن موضوع مواجهة الجيش الروسي لتحركات الناتو في شرق أوروبا. هنا أنتقل إلى ضيفنا من الولايات المتحدة الأمريكية سيد أحمد، كيف قرأت خطاب الرئيس الروسي اليوم؟ كيف رأيت أيضا تعلق هذا الخطاب بالأزمة الأوكرانية؟ هو دعا للهدنة في أوكرانيا وأيضا دعا إلى احترام الشؤون الداخلية للدول. أنا أتصور أن خطاب اليوم موجه بصفة أساسية للولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي. منذ أيام قليلة فرض الرئيس أوباما في خطوة منفردة عقوبات على قطاعات الطاقة والصناعات الدفاعية والبنوك، في خطوة كانت قبل أن يصدر الاتحاد الأوروبي القائمة بالشركات والأفراد الذين كان سيضعهم تحت بند العقوبات وتجميد الأصول. ولكن اليوم بعد تطورات سقوط الطائرة الماليزية واتهام الميليشيات المسلحة للانفصاليين في شرق أوكرانيا بأن له يعني أنهم مسؤولون بشكل ما عن سقوط هذه الطائرة ومقتل ما يقرب من 300 مدني، والطريقة التي تعاملوا بها، فإن هذا لا يدع لروسيا الكثير من الأصدقاء في أوروبا. وأنا هنا أعني تحديدا ألمانيا، كانت من أكثر الدول معارضة لفرض عقوبات على روسيا. أتصور أن المستشارة أنجلا ميركل بما يتعلق بموضوع الطائرة الماليزية، اسمح لي سيد أحمد للدفاع عن هذا الموقف، بما يتعلق بموضوع الطائرة الماليزية سيد سيرجي، مراقبون أجمعوا على أنه الطائرة الماليزية وهي حادثة إنسانية، ولكن الغرب وأمريكا وضعوا هذه الطائرة بخانة الحجة للضغط على روسيا أكثر، لفرض عقوبات على روسيا أكثر. يكمن الأمر في أن الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة فقط تقوم بمزيد من الضغوط ولا تفعل شيئا آخر. أنا لا أدعو أن للولايات المتحدة إلى قطع علاقاته مع روسيا أو إلى إبداء عدوانية ما، ولكن أود قولي أن عملية الاستفزاز المتصل بهذه الطائرة ستستكمل التحقيقات بها في لندن، فقد تم نقل الصندوقين الأسودين للطائرة إلى لندن لإجراء تحقيقات
اللقاءات فيها، وإذا ما تم تحقيق الموضوعية فستتضح الأمور. أما فيما يتعلق بالولايات المتحدة، أقول أن أوباما لم يلتقي بوتين لمدة أكثر من 6 أشهر، وأعتقد أن هناك الكثير من المشاكل تراكمت في العالم التي تدعو إلى اللقاء زعيمي الدولتين الكبرتين في العالم، أو على الأقل يعني يتحدثا، وأقول هنا في هذا الإطار أنهما يتحدثا هاتفيا كثيرا، ولكن أقول أن الولايات المتحدة تهدد ولكن لا تفعل شيئا ما. طب ألا سيد أحمد، ألا تشوب المكالمات الهاتفية أو العلاقات بين، تفضل، ماذا كنت تريد أن تقول؟ كنت أريد أن أضيف شيء لما تفضل به ضيفك الكريم من موسكو، أن العصابات الانفصاليين المسلحة في شرق أوكرانيا عبثت بالأدلة. يوجد تقرير على اليو اس اي توداي خرج منذ ساعة يفيد أن كابينة القيادة في الطائرة تم شطرها من المنتصف باستخدام مناشير كهربائية. يوجد عبث بالأدلة. المحققين من منظمة الوحدة والتعاون والأمن في أوروبا الموجودين على الأرض حركتهم محدودة. يوجد تأخير كان في تسليم جثث الضحايا. فأي نحن نتحدث، ما الهدف سيد أحمد؟ إلى أين تريد واشنطن الوصول؟ ولكن نتحدث من وراء عن مرجعية الطائرة أخلاقية. الماليزية. الحكومة الروسية والرئيس بوتين يؤيد الانفصاليين في شرق أوكرانيا، لم يلتزم بمبدأ عدم تصعيد سيد الأمور. أحمد، في سياق هذه النشرة، لا أدري إذا كنت حضرتك استمعت إلى نشرتنا، يتوصل الانفصاليين نعم، إلى منظومة صواريخ. نعم، اسمح لي، في سياق هذه النشرة استمعنا إلى تصريحات من قبل شهود عيان يؤكدون أن الطيران الأوكراني أيضا يقصف أيضا موقع سقوط الطائرة، وأيضا وزارة الدفاع البارحة أكدت أن هناك قصف متواصل وأن طيران كان هناك مرافق لهذه العملية، طيران حربي أوكراني. عفوا سيدتي، يوجد تقارير خارجة من موسكو قرأتها بالأمس وهي كانت مترجمة من مصادر روسية وشبكات التواصل الاجتماعي، تقول أن الطائرة الماليزية هي نفسها الطائرة 370 التي اختفت فوق المحيط الهادي منذ 6 أسابيع وأنها كانت مليئة بالجثث. هذا نوع من أنواع الإعلام البروباغاندا. والإعلام الأمريكي لا يقوم بدور البروباغاندا، لا يمثل البروباغاندا كامل وشامل ومحايد حتى نصل إلى الحقيقة. طيب سيد سيرجي، لهم الحق أن يعرفوا ماذا حدث. فلنسمع رأي سيد سيرجي. سيد سيرجي ضيفي من أمريكا يقول أنه موسكو، هناك تقارير إعلامية تخرج من موسكو تلعب دور البروباغندا في إطار ما يحدث في أوكرانيا وحادثة الطائرة الماليزية، هل توافق هذا الرأي؟ إذا ما يمكن ترجمة هذه الكلمة إلى اللغة العربية، أود القول هنا أو إيراد مثالا روسيا قديما. الناس تحكم على نفسها من تصرفات، تحكم على الآخرين بتصرفاتها الشخصية. إذا ما كان الأمريكيون يرون أن روسيا تحاول فرض دعاية ما أو بروباغندا، فهم يصفون ما رؤيتهم الخاصة للأحداث. أما إذا ما قلنا أو تحدثنا بشكل جدي، فنقول أنه بالقرب من حدودنا تجري حرب، وتجري حرب من جانب أوكرانيا، غير أن معظم وسائل الإعلام تتلافى الحديث عن ذلك. أما الكارثة مع الطائرة الماليزية تجذب وجهة رأي العالم أجمع إلى ما يحدث في أوكرانيا، وما يحدث هناك الآن فقد تحدث ما يحدث فعلا صريح في أوكرانيا. أن سيد سيرجي، ما يحدث فعلا مؤسف، وأيضا خطاب الرئيس الروسي اليوم، اسمح لي، شدد على موضوع التدخل الخارجي للغرب في شؤون الدول الداخلية. سيد أحمد، تقارير أعلامية ومراقبون يجمعون على أن أمريكا والغرب مثلوا دور جدا فعليا سيء في العالم العربي، تدخلوا في ليبيا، تدخلوا في دول أخرى أيضا في إطار هذه الثورات التي جرت. لماذا هذه العراقيل في محاولة كسر أحادية القطب في العالم؟ لماذا أمريكا دائما تحاول أن تقف بالمرصاد لأي دولة أخرى تريد أن تشارك في أخذ القرار؟ وهي دولة في مجلس الأمن، في المحافل الدولية. أنا لن أتجه إلى التعليق.
أنا لن أتجه إلى التعليق على ما حدث في مصر وليبيا والعراق ومنطقة الشرق الأوسط بصفة عامة، هذا مبحث آخر، ولكن هتكلم تحديدا في إطار العلاقات الروسية الأمريكية في أعقاب الحرب الباردة. روسيا تم دعوتها كعضو فاعل في حركة التجارة الدولية، وانضمت إلى منظمة التجارة العالمية، وانضمت إلى مجموعة الثمانية للاقتصاديات العالمية، وأصبحت يعني مندمجة في هذا. نعم. من اختار أن يخرج عن المنظومة العالمية؟ هل المعنى أننا لا يكون أي العالم تحول من القطبية؟ من اختار التصعيد بفرض العقوبات اليوم سيد أحمد؟ إلى منظومة التعاون. من يفرض العقوبات؟ ومن يستمر بإطلاق التصاريح السياسية والبروباغندا؟ التي يتم العقوبات الأوروبية التي يتم التفاوض بشأنها كان من الممكن أن تكون مخففة جدا، وأنا تحدثت على RT منذ أيام قليلة حول هذا الموضوع، وقلت أنني لا أتوقع أن تكون العقوبات باهظة التكلفة، ولكن في إطار ما حدث في الأيام السابقة في أعقاب سقوط الطائرة الماليزية أنا أتوقع أن تكون عقوبات الاقتصادية الأوروبية تشمل مؤسسات بما فيها الطاقة والمؤسسات المالية تحديدا التي تتخذ من دول الاتحاد الأوروبي كنوع من الكازينو للقيام بعمليات بيع الديون وشرائها مرة أخرى. والبعض يقول أيضا أن هذه العقوبات تدخل في إطار حزمة جديدة، وأحتفظ برأيي أجواء الحرب الباردة عند صدورها بين روسيا وأمريكا والغرب. شكرا جزيلا لكما، من نيويورك المحلل السياسي أحمد فتحي، ومن موسكو الكاتب في مجلة الحياة الدولية سيرجي فيلاتوف. شكرا لكما.